السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الفوشار بطريقه مختلفه نوعا ما. كيجي هكا كراميليزي ومقرمش، فاحنا عاده ما كنطيبوه هكا الفوشار بطريقه مالحه. فاليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه الحلوه، فكيجي حلو زوين ولذيذ ومقرمش كيف ما تشوف معايا في الصوره. كيحبوه الاطفال كتير، يعني هذا كنوصي به غير الاطفال، ما كنصحش به الكبار. فإلا بغيتو تعرفوا معايا الطريقه ديال التحضير فما عليكم الا تتابعوا معايا الفيديو الى الاخير. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، فما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من اللايك ديالكم الى عجبتكم الوصفه. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات فهي سهلة وبسيطة، ما غنحتاجو شي حاجة اللي هي كتيرة. فكيف ما راه تشوفوا معايا في الصورة، فعندي واحد الكأس من الذرة، عندي الملح، عندنا واحد ربع كأس من الزيت نباتية، نصف كأس من السنيدة. انا عندي هنا السنيدة سكرو، تقدروا تعوضوا بالسنيدة العادية البيضاء. وعندي واحد ربع كأس ديال الماء، كناخذ واحد اناء غادي نوضع فيه السنيده السكر، كنضيف الماء، الزيت، قبصه من الملح، كنحرك المكونات جيدا. غادي نضيف الذرة، ثم انا كنوضعها هنا فوق البوطه، وكان العافيه كتكون مجهده في الاول حتى كتغلى. وكنستمروا في التحريك ضروري هذه المرحله هذه، كنبقاو كنحركوا جيدا، خاصه اللي كان عندكم شي اناء اللي يعني كيلصق. فانا هنا عندي هذه القميله هذه ما تلصقش، ومع ذلك خصني نبقى نحرك فيها جيدا. فهنايا فالسكر ديالنا مع الماء وصل درجة الغليان، بدات كتغلي عفوا. كنستمر في التحريك جيدا
واحد دقيقتين حتى 3 دقائق حنا كنحركو فيها. ثم غادي نغطي عليها وغادي نقص البوطه وغادي نخليها حتى كدا كترتق كتبدا يعني كطيب. هناك كما كتشوفوا معايا فهي بدات كطيب هكا، بدات كترتق. كنحركوها هكا على الشكل مره مره باش ما تحرقش. فكيف ما كتشوفوا معايا فهي الفشار ديالنا صافي قريب يوجد. دائما مع التحريك صافي وكنطفيو عليها العافية. فالفشار ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي فيه واحد المذاق كراميليزي وزوين وكيجي مقرمش ولذيذ جدا جدا، ولكن ما كنصحش به الكبار، فقط للأطفال الصغار. من بعد انا كنزولو من هذا الاناء، هذا غادي نوضعو في واحد اللاطه اللي كتكون هكا كبيره شويه، وكنخليه حتى يبرد باش كيتقرمش. كنبسطو هكا في واحد اللاطه وكنخليه حتى كيبرد باش كيلصق فيه هذاك الكراميل اللي كيتكون، وكيعطي واحد القرمشه واحد اللذه. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، وصفة سهلة وفي المتناول ولذيذة جدا للأطفال في هذا الصيف. هذا نقدروا نصوبوها هكا ونديوها معنا للبحر للوليدات أو لا في خرجات، فكيجي فيها واحد المذاق رائع جدا. نتمنى أن هذه الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، ونتمنى أنكم تجربوها وطرقكم وطرق وليداتكم. وبطبيعة الحال إلى عجبتكم ما تسونيش من تعليق أسفل هذا الفيديو، كنكون سعيدة. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وكنعاود نذكر بالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، فما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد يخص القناه. والى اللقاء.